طابت أوقاتكم بكل خير وجميل أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الخاص الذي نطل عليكم به من ولاية تيزي وزو. رحلة استكشافية أعزائي المشاهدين في يومها الثاني من تنظيم الديوان الوطني للسياحة وبالتنسيق مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية تيزي وزو، إحياء واحتفالا لليوم العالمي للسياحة المصادف لـ 27 من سبتمبر من كل سنة، والذي جاء كما تعلمون أعزائي المشاهدين هذه السنة حاملا شعار السياحة والسلام. معي في الصورة السيدة ناصر صالح باي مديرة الديوان مديرة الديوان الوطني للسياحة. إذا سيدتي الكريمة، نحن اليوم في ولاية تيزي وزو للاحتفال بهذا اليوم العالمي للسياحة، قبل كل شيء كلمة بهذه المناسبة. نعم بالفعل، إنه يعني صادف يوم بارح 27 سبتمبر من كل سنة احتفل الجزائر كباقي دول العالم يعني العضوة في المنظمة العالمية للسياحة التي تشرف على هذه الفعاليات. فهذه السنة كما قلتم جاءت تحت شعار السياحة والسلام، ولم يكن اختيار ولاية تيزي وزو لإحياء هذه الفعاليات يعني محل صدفة، لكنه كان مدروسا، لأن ولاية تيزي وزو إضافة على ما يميزها من مناطق سياحية ويعني خاصة تتميز بالسياحة الجبلية، وإنها في نفس الوقت ولاية تاريخية، ولاية عريقة، سكانها يعني يتميزوا بتقبل الآخر، بالكرم، بالجود. فنحن أردنا أن نعطي يعني أن نترجم هذا الشعار على أرض الواقع، ونحن كديوان يعني دائما نغتنم الفرص من أجل يعني تثمين هذه الاحتفاليات وهذه النشاطات والفعاليات، وذلك من خلال تنظيم الرحلة الاستكشافية لصالح وسائل الإعلام الوطنية، حتى يعني نعطي هذه الولاية حقها من الجانب السياحي. جميل، وهذا ما لمحناه فعلا أعزائي المشاهدين من خلال البرنامج خلال هذين اليومين. يعني ولاية تيزي وزو ولاية تزخر أو غنية بالسياحة الجبلية، وحتى سكان تيزي وزو يعني أهل الجود والكرم، أهل مضيافين جدا. سيدة صريحة، ربما البارحة تجولنا كما قلنا في بعض المناطق الجبلية، يعني لو تضع المشاهد الكريم في الصورة عن هذه الثقافة ربما وهذا التوجه وهذا النوع من السياحة، أتحدث عن السياحة الجبلية. شوف، السياحة الجبلية هو نوع يعني معروف جدا حتى عالميا، يعني يأخذ حصة الأسد من حيث الطلب على هذا النوع من السياحة، ويعني تيزي وزو كلها ممكنها أن تلبي هذا الطلب، وهناك يعني كنوز خفية. أردنا من خلال برمجة هذه الخرجات يعني أكيد بالتنسيق مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية لذات الولاية، أن يعني نعرف المشاهد ونعرف الزائر على هذه يعني عناصر جذب جديدة. فيعني كنتم في ثابورة العنصر، يعني أو أنه باب المنبع، لأنه هو عبارة عن جبل انقسم إلى نصفين يعني بفعل شدة يعني تدفق الشلال، وهو تحفة يعني مفتوحة على الهواء الطلق. فهذا من جهة، من جهة أخرى تنقلنا إلى إغيلي مولا حتى يعني أنه نبرز الجانب التاريخي للولاية، لأنه كما شاهدتم فأول يعني إعلان عن الثورة تم طباعته في تلك القرية التي أصبحت معلما تاريخيا الآن. هناك اليوم يعني بعد ما نحضر فعاليات يعني الندوة حول هذا اليوم العالمي للسياحة، ما زالت يعني الخرجات متواصلة، وستكتشفون أشياء أخرى مهمة أيضا. جميل، إذا أعزائي المشاهدين كما تابعتم معنا زيارة لمنطقة أو للعديد من المناطق الجبلية هنا بتيزي وزو والمناطق التاريخية، أين طبع لأول مرة بيان أول نوفمبر كما تابعتم معنا في إحدى القرى هنا بتيزي وزو. سيدة صريحة، الآن ما عسانا إلا أن نتطرق إلى نقطة مهمة جدا من خلال هذا اللقاء عبر جريدة تحوس برس الإلكترونية. أيام قليلة تفصلنا عن موسم السياحة الصحراوية، فلو نرى ونكتشف يعني خطط الديوان الوطني للسياحة حول هذا الموسم. أكيد، هو الآن يعني نحن كما نقول على مشارف انطلاق موسم السياحة الصحراوية، الذي يعد يعني من أهم المحطات في القطاع السياحي. الديوان الوطني للسياحة دائما يحضر برنامج عمل، وأكيد أذكركم بأن هناك موسم
المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية الذي سيتم تنظيمه قريبا إن شاء الله في إحدى الولايات، أو دعني أقول ولاية الوادي، فهذا من جهة. ومن جهة أخرى فلا ننسى أن التدفق أو الإقبال سيكون كبير على مناطق الجنوب، فنحن حضرنا برنامج ترقوي أكيد بمعيتكم ومن خلالكم حتى نوصل الصورة للمشاهد الكريم، وحتى نحث العائلات الجزائرية أن تواصل دائما وأبدا في اختيار وجهتها، وجهة الجزائر. وما أدراك ما الجزائر؟ وما أدراك ما الجزائر. شكرا جزيلا لك سيدة صريحة أباي، المديرة أو مديرة الديوان، المديرة العامة نعم للديوان الوطني للسياحة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا لكم وأهلا بكم في أي وقت. شكرا جزيلا لك من جديد. إذا أعزائي المشاهدين، كما تابعتم معنا لقاء مع السيدة المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة هنا من ولاية تيزي أوزو. نعيش وإياكم اليوم الثاني لهذه الرحلة الاستكشافية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة. مشاهدينا نتفضل إلى داخل المعرض، إلى داخل هذه الغرفة، غرفة الصناعة التقليدية، لنتابع وإياكم بعض تفاصيل هذا المعرض المقام هنا بهذه الغرفة. كما تتابعون يعني توافد عدد من الحرفيين والحرفيات لعرض منتوجاتهم من خلال هذا المعرض. إذن مشاهدينا الكرام، كما تتابعون مباشرة هنا هذا المعرض المقام خصيصا للاحتفال باليوم العالمي للسياحة المصادف للسابع والعشرين من سبتمبر من كل سنة، والذي يحمل في هذا العام أو يحمل هذا العام شعار السياحة والسلام. إذن مشاهدينا تتابعون هذه الصور الحصرية والمباشرة عبر جريدة تحوس بريس الإلكترونية، أين نعرض لكم مختلف الصناعات التقليدية والحرف التي تزخر بها ولاية تيزي أوزو. هنا تتابعون ربما صناعة الشموع، ونحاول أن نصل إلى صاحبة الجناح بسرعة. إذن مشاهدينا الكرام، نشاهد على الطاولة هنا صناعة الشموع. صباح الخير أنتم، شكرا جزيلا أنتم هنا في هذا المعرض إحياء لليوم العالمي للسياحة. في البداية لو نتحدث عن هذه الحرفة، منذ متى وأنت في هذه الحرفة باختصار؟ Alors bonjour à vous, donc bienvenue. Alors pour les bougies, donc moi je suis architecte de formation. Donc la période Covid, c'était tous les chantiers ils étaient à l'arrêt. Donc moi j'ai toujours aimé cette passion de faire des bougies et tout. Et du coup je me suis dit pourquoi pas se lancer du moment que les chantiers étaient à l'arrêt. Donc pourquoi pas se lancer dans un domaine que j'aime. Du coup j'ai commencé à faire les bougies, mais je voulais quelque chose de nouveau. Je voulais une nouvelle création. Exactement. Une touche personnelle et en même temps mettre en avant un petit peu notre culture et nos traditions. جميل. إذن أزمة كوفيد 19 كانت لك بداية جديدة لهذه الحرفة كما تقولين، لكنك تصرين يعني على وضع بصمة خاصة لك، بصمة جديدة لهذا المنتوج. تطمحين إلى ماذا؟ En fait, je veux bien à ce que ça soit un produit. Bon, c'est vrai que ça sort déjà à l'international, mais je veux à ce que ça soit encore de plus en plus. Je veux mondialiser un petit peu ça. Donc, pour la touche, la nouvelle touche que j'ai ajoutée justement. Bon, on a toujours connu des bougies et tout, mais je voulais la touche. Je voulais rajouter, c'est de mettre ce bijou kabyle. Donc, c'est d'intégrer le bijou kabyle à la bougie. Donc, ça montre que notre culture et notre produit artisanal, non seulement on montre notre produit artisanal qui est la bougie, en même temps le bijou. Donc, on met en avant le bijou kabyle. Exactement. نتمنى لك التوفيق أنيستي الكريمة، نتمنى التوفيق لك ولهذه الحرفة، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، صور كما تشاهدون حصرية ومباشرة مباشرة
هنا من هذا المعرض كما تتابعون. إذن أعزائي المشاهدين، تتابعون هذه الصور مباشرة من دار الثقافة مولود معمري هنا بولاية تيزي وزو.